السلام عليكم ورحمة الله. سورة البقرة مليئة بالأحكام، ومن تلك الأحكام أحكام الطلاق. فدعونا نبدأ الأمر من بدايته. هل تعلم أن هناك طلاق سني وطلاق بدعي؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء أو قرء، ويقصد به الحيض أو الطهر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأزواجهن أحق بمراجعتهن في فترة العدة بقصد الإصلاح والخير، وليس بقصد الإضرار والإذلال بهن. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللنساء حقوق على الأزواج مثل التي عليهن جاء بالمعروف. الإسلام بشريعة كاملة ومتكاملة من الأحكام تنظم للإنسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ومن تلك الأحكام أحكام الرضاع والفطام. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولكن ماذا عن حقوق الوالدات وعلى المطلقات؟ المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قدر الله وتوفي الزوج، فهل على الزوج عدة إن توفي زوجها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء والدخول وقع في هذا المكروه والمنهي عنه، فأنزل الله لا تعالى: جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فإن فريضة. تبدل الحال من الأمن والأمان إلى الخوف وقتال الأعداء فلهم أن يصلوا صلاة الخوف. فرجالا أو ركبانا. فقال رجل من المسلمين: إن أحسنت فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فنزل قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يا لها من آيات عظيمة فيها صلاح الأسرة والمجتمع، لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم أحكامه وحدوده وفروضه، ويبين لكم حلاله وحرامه، وما فيه صلاح دينكم ودنياكم. وآيات جمع آية، وهي العلامة الواضحة، وقد زادها الله بيانا ووضوحا فلا مجال للشك فيها، لعلكم تعقلون. ولعل مع الله عز وجل لا تفيد الرجاء، ولكنها تفيد التحقق، فيكون معنى لعل لكي تعقلوها وتعرفوها وتعملوا بها، فتنالوا السعادة في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.